شايف بكره الدور قبل النهائي مباراه الحقيقه حاسمه كتير، يعني تونس بكره عندها مباراه مهمه مع السنغال، مباراه جامده جدا، السنغال طرف شرس جدا، الجزائر على الطرف الاخر، الجزائر عنده نيجيريا. عندنا السنغال مواجهات غد هتبقى مواجهات ساخنه، عندنا السنغال هيقابل المنتخب التونسي، المنتخب التونسي اللي احنا شايفينه يعني ترشحات كتيره كانت ليه ان هو يبقى خارج المنافسه. المنتخب التونسي بضعف المستوى اللي ظهر فيه في البدايه، المنتخب السنغالي احنا قلنا من بدايه البطوله احنا مرشحينه ان هو يبقى ينافس على الادوار النهائيه في البطوله. سيدو ماني بيقدم مستوى رائع مع منتخب السنغال. المنتخب التونسي ماشي بخطه ثابته. فرجاني ساسي عمل الفارق مع منتخب تونس بشكل غير متوقع، كان راجع من كان بعيد بسبب الاصابه مع نادي الزمالك ورجع الراجل ستيب باي ستيب، دخل مع التيم مع المنتخب بتاعه وادى بشكل كويس جدا، عنده ثقه في نفسه عاليه جدا، ادى ثقه لفرقته كلها، يمكن الثقه اللي على فرجاني رجعت الثقه تقريبا للمنتخب التونسي كله. بيلعب بشكل هادي كمان جدا، كرة سهله قوي. في لعيبه كوره كابتن سيف بتديك احساس ان هي عندها ثقه في نفسها، فبتدي ده زي اللعيبه الكبيره مثلا زي كريستيانو رونالدو زي ميسي، بيديك الاحساس ده. طبعا مش هنفارق ده، يعني مش عايزين مقارنات ظالمه بين ده وده، انما انت بيديك دايما في لعيبه كبيره بتوصلك للمرحله دي. لما واحد يبقى عنده راجع من اصابه بعيد بقاله فتره ويرجع بالمستوى ده والثقه في النفس بالمنظر ده بتفرق كتير قوي مع اللعيبه بالذات في المنتخبات. في الادوار دي بالذات انت محتاج لعيبه عندها ثقه في نفسها، محتاج لعيبه ما بتخافش من الضغط. عندك سيدو ماني مدي الحاله دي. سيدو ماني لعيب الحقيقه عامل المباراه اللي فاتت عندهاش الخط الخلفي، عنده مشاكل. المنتخب النيجيري رغم انه وصل للدور قبل النهائي ورغم كده عنده مشاكل كتيره في خط الدفاع. دخل المنتخب الجزائري لم يخرج يدخل مرمى الا هدف واحد. منتخب السنغال نفس الكلام، وده اللي فاجئنا ان المنتخب السنغالي منظم دفاعيا، ده الجديد على منتخب السنغال. المنتخب التونسي عنده مشكله، عنده مشكله في خط الظهر، ده ما كناش متعودين عليه، انما اتفاجئنا مع الادوار بدا يحسن من التنظيم بتاعه بشكل كويس جدا. فاتمنى ان شاء الله الفرق العربيه يبقى لها حظ اوفر في الصعود للادوار النهائيه ان شاء الله.